بنستلم طلبات التصالح من المواطن وبنعمل له الطلب بتاعه، وبيقوم بدفع ال 25% اللي هي الربع قيمة المخالفة التقديرية اللي احنا بنقدرها، وبعد كده المواطن بيمشي في الإجراءات بتاعت التصالح. بعد كده ببتدي أملى الأبليكيشن اللي هو بيمضي عليه، الأبليكيشن اللي زي كده ده أنا بملاه عندي على السيستم، مظبوطة فيه كل البيانات وهو بيمضي عليه. بعد كده ببتدي أطلع له إيصال استلام، بطلع له أمر الدفع. أمر الدفع بيبقى متسجل فيه الجدية مع الفحص، وإذا كان فيه 5%. الأهالي أعربوا عن شكرهم لقرارات مجلس الوزراء بتخفيض قيمة المتر بالقرى، وكذلك التخفيض بنسبة 25% من المبلغ الإجمالي في حالة الدفع الكامل لقيمة التصالح. الأسعار جوا المحافظة هنا أسعار مرتفعة شوية، بس بعد ما خفضها بقت كويسة جدا، وفي الريف برضو في القرى هنا خلوا المتر حد أدنى بخمسين جنيه، يعني ظبطوا الدنيا. كويس كويس، ما يحميك ويحمي بيتك ويحمي ويثبت بيتك. قرار كويس بيخفض على المواطنين طبعا، عشان خاطر ممكن يكون حد ما معهوش مثلا فلوس كامله او كده، فكويس يعني ان هو يدفع الربع، وبعد كده كل سنه الربع التاني، يعني الثلاث ارباع اللي بعد كده. على متناول للفقير، وعلى الاقل حتى يقدر ان هو يعمل التصالح معنا، يعني كده السعر حلو مش وحش. هو ده كويس طبعا، لان ما فيش حد ممكن هيقدر يدفع التكاليف كلها مره واحده. فلتح يا الريس، فلتح يا الريس ألف مره انه وقف البن على الارض الزراعيه اللي ما توكلنا وتسقينا. الارض الزراعيه دي كانت هتضيع. هو ان شاء الله تبقى تقنين لبعض الاوضاع، عشان كل واحد ياخد حقه في الدوله، واحنا مع القياده واحنا مع سياده الرئيس السيسي، وان شاء الله خير. وناشد مواطن المنيا السيد المحافظ بتخفيض قيمه المصالحه في المدن، وان يتم اعاده تقييم لبعض الاحياء والتي تختلف من حي الى اخر في القيمه العقاريه. وطالب بس باعاده تقييم الاسعار بالنسبه لمدينه المنيا نفسها، يعني مثلا تقسيم شادي وحي غرب ما يبقاش زي حي طه حسين وشلبي والحتت دي. الناس ماشيه على جديه، المفروض برضه 50 القرى المحافظه تبقى حتى 100 مش 175. انت فاجاتني بالقرار، فانا مش مستعده، يعني ما يبقى تاخد 50% كويس، انما 25% محدش برضه هيقدر يتفاجئ مبالغ انها تدفع. هو حاجه كويسه بالنسبه للقرى، بس بالنسبه للمدينه عالي كده، 175 عاليه. انا مستلفه 5000 جنيه، اقسمت بالله مستلفه 5000 جنيه، خايفه اخش بها جوه يقولوا لي اكتر من كده، مش عارفه اعمل ايه. قدمت الورق، فوجئت بالجوه في المركز التكنولوجي المعلومات بيقول لك ما فيش تخفيض، البندر كما هو، قال لي المتر 200 جنيه. انا بشتكي ندفع مصالحات ماشي، بس ازاي اني عشان نبني تاني دور ولا اصب مثلا حته مثلا كده اهوت، ازاي ان انا اعمل تاني عشان ابني تاني دور ولا اعمل تصريح تاني؟ طب هنجيب فلوس منين؟ هي حلوه ووحشه، عشان انا ما معيش فلوس، ما فيش فلوس اللي انا ادفع، يعني انا مجري والعمر كله مجري عشان اعمل بيت لاولادي، وفي الاخر ادفع له فلوس. هي حلوه ووحشه، هي حلوه عشان انا ادخل عداد ميه وعداد نور. أيمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي.